نروح لأخبار الأهلي. الأهلي خرج ببيان رسمي لا تغيير في جهاز الكرة قبل نهاية أغسطس. إعادة هيكلة قطاع كرة القدم وتجديد وتحديد الاختصاصات بما يليق بتاريخ الأهلي وبمستقبله. في الحقيقة جمهور النادي الأهلي عنده عدد كبير من التحفظات على أداء الأهلي في الفترة الأخيرة. جمهور النادي الأهلي هو آخر على أنه يفوز، يعني ده العادي بتاعه أنه هو يقول إحنا جبنا كام، لكن إن أكتر من مباراة وبشكل متتالي يصاب بالخسارة دي مش من ضمن الحاجات الطبيعية أبدا بالنسبة للنادي الأهلي. معانا دلوقتي الأستاذ بسام. معانا أستاذ بسام أبو بكر، محرر موقع في الجون. مساء الخير يا أستاذ بسام. مساء النور يا أستاذ دعاء وكل مشاهدي النهار اليوم. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف بقى البيان الرسمي في الوقت اللي ما ننكرش إن في عدد كبير من جمهور النادي الأهلي كان عنده أمال وطموحات إن يتم نوع من أنواع التعديل عشان ما يبقاش هو ده الأداء المستمر. يمكن أستاذ دعاء الأحداث بتتصاعد في النادي الأهلي خلال الأيام الأخيرة، خصوصا بعد هزيمة كاس مصر والخروج الرسمي من دوري أبطال أفريقيا. يمكن النهاردة حتى كان النادي الأهلي أو الجهاز الفني فضل نقل التدريب من الجزيرة لمدينة نصر خوفا من الدخول في تصادم مع جماهير النادي الأهلي وتحديدا الأولتراس، ولكن يمكن الوضع ما عداش بالشكل اللي كان متخيله الجهاز الفني، وراحت مجموعة فعلا من جماهير النادي الأهلي إلى مقر النادي بمدينة نصر، وتم حضورهم وحضروا المران رغم وجود أفراد من الشرطة، ويمكن هتفوا ضد بعض اللاعبين زي صبري رحيل وحسام غالي وضد مارتن يول في الوقت نفسه. طب أستاذ بسام معلش عايزة أرجع تاني للنقطة دي، جماهير النادي الأهلي عملوا إيه تحديدا ومن إمتى بدأ الموضوع ده؟ معلش. يمكن هو مران النادي الاهلي يعني شغال حاليا او في قرابه انتهائه، موجود التدريب في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، وده على غير المعتاد. الاهلي طبعا بيتمرن في الجزيره بشكل يومي، لكن يمكن بعد الخروج الافريقي وهزيمه كاس مصر ومطالبه برحيل مارتن يول ومهاجمه مجلس الاداره، فيمكن الجهاز الفني او كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره فضل ان التمرين ما يبقاش في الجزيره خوفا من حدوث اي تصادم مع الجماهير، وتم نقله النهارده لمدينه نصر. لكن حدث ما يحصد عقابه، يمكن الجماهير راحت فعلا الى مدينه نصر وتواجدوا في مران النادي الاهلي، و يعني تم الهجوم على عمرو جمال وحسام غالي ومارتن يول في الوقت اللي هم اشادوا فيه بحسام عاشور وعبد الله السعيد. نعم. ويمكن حسام غالي طالب الامن اللي متواجد في مقر النادي بمدينه نصر بخروج الجماهير من مقر النادي لمواصله التدريب. نعم. طبعا طب استاذ بسام استاذن حضرتك في حاجه، استاذن حضرتك ان حضرتك تفضل معانا على التليفون لان كمان معانا الاستاذ عادل كريم المنسق الاعلامي لفريق الكره. مساء الخير استاذ عادل. استاذ عادل الأخير أنا بحضرتك. مساء النور يا فندم، هتعملوا إيه في غضب جماهير النادي الأهلي؟ أو هتتعاملوا معاه إزاي على صح؟ لا طبعًا جماهير النادي الأهلي على رأسنا من فوق، جماهير النادي الأهلي هي الداعم الأول ودايمًا للفريق وموجودة وراه دايمًا. أكيد مقدرين طبعًا حالة الحزن والغضب اللي عند بعض الجماهير بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا وبعد خسارة لقب كأس مصر. لكن النادي الأهلي بيفكر بهدوء، إحنا فاضل لنا مباراة واحدة فقط في الموسم اللي هي مباراة أسيك ميموزا في ختام مشوارنا في دوري أبطال أفريقيا. بعديها على طول إن شاء الله في تطوير شامل في منظومة كرة القدم في النادي الأهلي حسب البيان اللي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة، أو تحديدًا أصدره المركز الإعلامي للنادي الأهلي. إن شاء الله المفروض في تطوير في كل المنظومة بالكامل، يعني في منظومة قطاع كرة القدم بالكامل هيتم الإعلان عنه بإذن الله بعد مباراة أسيك اللي هي مقرر ليها يوم 24 أغسطس إن شاء الله. ايوه حضرتك بتقول ان المفروض ان الجهاز الفني بيفكر بهدوء وده دايما شيء مطلوب يعني، لكن بالنسبه للخبر العاجل وحتى كان لسه استاذ بسام بيقول لنا ان التروس يقتحم ميران الاهلي ويهاجم عدد من اللاعبين، هل ده من ضمن الامور اللي محتاجه ان هي برضو يبقى فيه فرصه كده كبيره جدا متاحه؟ يعني الاهلي معروف ان هو متعود على انه يكسب مش ان يبقى فيه خسارات متتاليه، طبيعي ان جمهور الاهلي يبقى في حاله من حالات الغضب.
اللي مش قادر ان هو يستنى في ان يطلع بيان من قبل الإدارة من النادي الأهلي وما شابه، وان احنا لسه بنفكر، مفيش إجراءات سريعة تهدي الناس؟ ما زي ما قلت لحضرتك احنا كده في كل الاحوال الموسم بينتهي ان شاء الله بمباراه اسك اللي هي مقرر يوم 24، وهي كل الناس حاطه ايدها على قلبها على فكره، يعني ما ننكرش برضه، يعني الناس قلقانه من المباراه اللي حضرتك بتقول عليها دي، لان الصدمات كده متتاليه. يعني لا يا حضرتك، هي مباراه تحصيل حاصل، هي مباراه ما لهاش قيمه، يعني لان خلاص بالنسبه لموقف الفريق في دوري ابطال افريقيا، هو الفريق لم يصعد للدور قبل النهائي، لكن يجب ان يخوض هذه المباراه، لان دي مباراه موجوده في الجدول بتاع البطوله. لا، هو الموضوع ما بيبقاش متعلق بالصعود او لا يا استاذ عادل، الموضوع ما بيبقاش متعلق بكده وبس، الموضوع بيبقى متعلق ان جماهير النادي الاهلي اول ما بيبقى فيه مباراه ايا كان هو بيلعب مع مين وايا كان الهدف كمان من المباراه، ما بيبقاش مستني ان خساره، يعني دي بتبقى صدمه. اكيد طبعا. يعني توقعات حضرتك للماتش الاخير هيبقى ايه؟ لا، توقعاتي للماتش الاخير زي ما قلت لحضرتك، هو المباراه هي بننهي بيها الموسم، وبعديها على طول هيبقى قدامنا ان شاء الله باذن الله حوالي 3 اسابيع قبل بدايه الموسم الجديد. ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه زي ما قلت لحضرتك حسب قرار مجلس الاداره وحسب البيان النهارده في تطوير في منظومه كره القدم بالكامل. احنا مقدرين طبعا زي ما قلت لحضرتك على الجماهير، اكيد اكيد على جمهور النادي الاهلي مش معتاد غير على الفوز فقط لا غير. ده حاله يعني بنقدرها تماما، وعارفين طبعا دور الجمهور اللي هو الدعم الاول والاخير للفريق في كل الاوقات. لكن زي ما قلت لحضرتك برضو وجهه نظر الاداره انها ما تتخذش اي اجراءات تحت الضغط او تحت حاله الغضب اللي موجوده، بننتظر كل الاحوال زي ما قلت لحضرتك الموسم بيعتبر في نهايته، الموسم انتهى فعليا بالنسبه لنا، وهيتم ان شاء الله باذن الله اتخاذ الاجراءات بعد مباراه اسك ان شاء الله، الناس هتشوفها وتقدر باذن الله اللي هيبقى موجود في الفتره اللي جايه. نعم، باذن الله. استاذ عادل كريم المنسق الاعلامي لفريق الكره، شكرا جزيلا على هذه المداخله، ويبقى ان يعني ان شاء الله في الخطوات القادمه في نوع من انواع الوعد والوعد الموثق من قبل اداره النادي الاهلي بان اللي حصل في المباراه السابقه لن يحدث مره اخرى باذن الله، وان هيحصل تعديل جذري عشان يبقى ان مشجعي النادي الاهلي اللي متعودين على الفوز يبقوا دائما عند أملهم وطموحاتهم، ما يبقاش فيه خيبة أمل يعني أو سدة نفس زي اللي حصلت في الفترة الأخيرة. أستاذ بسام لسه معانا؟ أستاذ بسام، طيب كلمة أخيرة أو ملخص أخير للي حضرتك كنت بتقوله بعد إذنك. هو زي ما عادل بيقول إن مباراة أسك اللي جاية هي مباراة تحصيل حاصل، فما فيش خوف منها، هو يمكن جماهير النادي الأهلي بتفكر في ما هو قادم، لكن خلاص يعني مباراة أسك الأهلي خرج رسميا من دوري أبطال أفريقيا، فحضور الجماهير أو مهاجمة اللعيبة مش الغرض منه مباراة أسك اللي جاية، لأن الناس كلها عارفة إن الماتش تحصيل حاصل، لكن هم كان يمكن البعض بيطالب برحيل مارتن يول يعني شايفين ان يمكن حتى من ضمن الهتاف اللي هتفت بيه جماهير النادي الاهلي في مدينه نصر ضد مارتن يول، الاهلي من السبوبه وفوق من الغيبوبه. يمكن ربنا يصلح احوال النادي الاهلي، ونتمنى طبعا في ظل البيانات اللي بتخرج من اداره النادي وبعد استقاله كابتن عبد العزيز عبد الشافي من قطاع الكرة ان الاهلي طبعا يتحسن الامور داخله، ويمكن كلنا بنساند النادي الاهلي طبعا. نعم، ان شاء الله باذن الله. استاذ بسام ابو بكر محرر موقع في الجون، شكرا جزيلا لحضرتك.